ليش هاي الدكاكين احنا نعرف وين، حينما توضع على المحك تفسد، وحينما يفسد يكون الدين ينهار. سؤال انا اسألكم، داعش شو الهدف منها؟ وانا قلت صلاح الدين الايوبي داعشي، عبد الملك بن مروان داعشي، الوليد داعشي، من هو الداعشي بعد تردون؟ الحكم وآل مروان وآل الحكم دواعش، خالد بن الوليد داعشي، دولة من العباس داعشي، هارون الرشيد داعشي، لازلنا نمجد بهم يوما بعد يوم. خوش هذا الماسونية من سوتنا داعش الجديد، القضاء على اليمن لإظهار الإسلام بأنه قبيح مسخ. أحد الأخوة يقول لي إظهار الإسلام نتن ريحته لا يمكن أن ينفعها قناع، هو قتل وذبح وفساد وزنا وخمر ولواط. طلعونا الإسلام هذا الجميل العظيم بهذه الصورة النتنة، ليش نقبل؟ ليش نسكت؟ ليش نهادن؟ لأن إحنا مو أصحاب دين ولا أصحاب مبدأ، أبدا إحنا ما أصحاب مبدأ. سؤال أسألكم، في صورة الصافات أنا قاعد أحطها قدامي، يقول بها إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. الله أكبر، الله وين حتى يمشي لإبراهيم؟ ما موجود، الله مجاز، الله يدور على إبراهيم. إذن القضية مو الله المشاة لإبراهيم، أكو عنده قائد، إبراهيم عنده قائد، هذا النبي عنده قائد، سأذهب إلى ربي المسؤول عني، أذهب إلى، إحنا عندنا قائد الإمام الحجة، لو ما عندنا قائد الإمام الحجة لا يقول لك أنا رايح لله، أنت ليش الله تعرفه؟ ولكن أنت ما تعرف الإمام الحجة يا مهطور تعرف الله؟ لو أنك تعرف الله تشقيت ذوبك وطلعت عريان اللي يصير بالعراق؟ ما يصير عمي، احنا الدين قالولنا دير بالكم الماسونية، الدين بس لطم على الوجه وعلى الصدر، والدين اول 10 ايام يخلص الدين ويموت الحسين، ولكم هذا ما يصير. اصحوا يردوننا بهايم، اصحوا يردوننا بهايم وعلوج، اصحوا يردون يدمرون بينا ارتباطنا بعلي بن ابي طالب وولاية الحق، لأن علي بن أبي طالب الحق، وإجوا يريدون يدمرون الحق من أجل أن نتبع باطلهم. لذلك أخوان أنا عندي الإشكال، وين هاي 70,000 اللي شيعة الإمام؟ بعد يوم صار متنصب الإمام علي بن موسى الرضا وصلى على أبوه، لأن الإمام ما يصير إلا يصلي على إمام. لماذا هذا الإمام ما قالون بويا 70,000 عنا وذولا كلهم عندهم سيوف يلا عليهم؟ لحد الان يريدون ناسنا يطلعون بان الامام الحجه يطلع من مكه. ما عندي اشكال يطلع من مكه، بس كيف يطلع من مكه؟ يطلع من مكه يمشي لناسه بمكه بيوم الحج، هناك دعوه سريه ان الامام لا ربعه، المعروفين اللي جايين يحجون، اكو ناس جايه تحج 10,000 15,000، دول جماعة الإمام مو 313 ما يحتاج. يقولهم ترى موعدنا الكوفة مو موعدنا مكة، موعدنا الكوفة، ركبوا بالطيارات ولا تجيبون أكل ولا تجيبون زاد ولا تجيبون سلاح، لأن عند السلاح موجود بالكوفة، فعليكم أن تجون بالطائرات بسرعة، لأن اللي يركب بالطائرة ما يحتاج إلى زاد، ما يحتاج إلى ياخذ سلاح، لأن ما يخلونه. أنت تجي بطرق جيبك وفلوس لا تجيب وياك، لان هاي الفلوس بعد ما تنفع، هذا الورق ذبوه، لان احنا قضيتنا مو قضية مادية. يلا اخوتي، لان جماعة الامام الحسين من اجوا يقاتلون جابوا فلوس وزادوا ياهم، اجوا بطرق الملابس والسيف، طرق الدرع والسيف.